يا الحبيب يا محماس، واللي يرحم والديك. ولدي جاسم للحين ما صحه، امه مأذيتني عليه كلها تسأل عنه. والله البارح انا ما رحت البيب والسبايب ولدك. تفضل معي، تفضل يا حضره الشرطي، تفضل. هذا محله. وين داود حرمل يا الاخو؟ خير صاير؟ ما عليك منه يا حضره الشرطي، هذا يدري وانا فيه، بس متخادم معاه. ها ها. لا يكون قاعد يجوي لاحد داخل. تعال معي، تعال معي. تفضل، خذ نقدي. شفت بعينك يا حضرة الشرطي؟ زوجتي قطب النعاش، وهذا ما أدري من ولده، أكيد موت الملعون. ولدي جاسم؟ يا حضرة الضابط محشي، أنا الريال صار لي 30 سنة بالسوق، عطار معروف. اسأل يدتك، اسأل أمك، خالتك، اسأل أهلي كلهم. ناس سنين يتعالجون عندي، ما حشي كمني. وبعد إيش حالك تشوف فيه؟ ترى كل اللي عندي أعشاب، يعني إذا ما تنفع ما تضر. تفضل استريح بس، تفضل. الله يهداكم بس، خلوا الواحد يعصب يطلع من دوره. إيش تشرب؟ عصير. عصير شنو؟ عصير سلامتك. الله يسلمك. بس حج إبراهيم يدعي إنك عطيته أدوة، شرب مرته، والحين صار لها 3 أيام بالعناية المركزة. يعني أنا اللي سامها قصدك؟ بلى، أنت قاعد تتهمني إني أنا سام المرة. يا حضرة الضابط، مرش كبرها مرة كبيرة. أنت شايفها أنت مرت حج إبراهيم؟ أبيك تشوفها بس. إيش فيها؟ يبا المرة كبيرة، صار لها سنين تتعالج عندي، صار لها سنين أعطيها من هالأدوية، شو ما صار فيها شيء. إيش معنى هالمرة اللي ريلها حج إبراهيم؟ عليك الحساب. بس هو يدعي إنك أنت معطيها دواء بالغلط وتسممت. حج إبراهيم أنتوا ما تعرفونه، ما هي المشكلة. حج إبراهيم هذا مثل القطو، قطو مطابخ يفتر بالأسواق، وين ما شيء طايح حظه يشتري. سمكة خايسة لأن رخيصة شراها، عنب خاكة، سبال حزر، ويكود من الأكل الطايح ويوكل المرأة. يمكن تسممت من الأكل الردي. هذا مو حكي، هي تاكل بروحها، أشوفه وياكل وياها. صار في شيء؟ يا حضرة الضابط، هذا مثل الفار، هذا صار عنده مناعة، بخليه صار عنده مناعة مثل الفار. الفار أكل شيء طري يستمرض، أنا مثله. ما له داعي تعيب على العالم، ورجاء خلنا بالموضوع. غير شغلة اللي يقول لكم الصج زعلون، الله يهداك. اللي قلته هو صحيح، الله يهداك. بس مسألة انك قاعد يتهمني اني انا مسمم زوجته، انا لن ولا نقبلها. مو بس لن ولا نقبلها. لحظة. نعم نعم. ها حسين، الله يهداك. الحين تدورين ادواره اي حشي؟ وما ني اي حشي، مو وقته، عندي شغل. اي والله. وش بيني وبين المره؟ هالمره صار لها 30 سنه تعالج عندي، اشو ما شكت؟ ايش معنى هالمره؟ الله، الحين يوم نقربت تفنقش بيخلي سكر راسي. حلو. انا ايش اقول حضر الضابط؟ انا اقول اكيد مامن على حياتها، ويوم حس انها بتموت بيروح يطالب بديتها ويخلي سكر راسي انا، لكن مو علي. أنا لو أخذ أمه يا جماعة وأنت مصعد أمس النذل. احترم نفسك، احترم نفسك، عيب قدام الضابط، عيب. تدري قدام الضابط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرت الضابط ما تحكي أنت؟ اللي أنا أشوفه أنكم ربع وأكثر من أهل، وشغلة ما تسوى أن نسوي قضية. عجيب، أنت تقول كذي؟ لا يكون يصير لك وأنا ما أدري. بدي يغلط ترى عليك حضرت الضابط. احترم نفسك يا حجي، إحنا بهالمشاكل نحاول نصلح بين الطرفين علشان ما تجرجرون نفسكم بالمحاكم على شيء ما يسوى. ما يسوى؟ انا عندي ظفر وخليل يسوى بن حرم الواله. ظفر شريهان افتكر. شريهان؟ انا عندي وخليل يسوى اجل من شريهان. حتى الضابط انت كأنك اخوي ما تعرف تحقق زين. خل انا ما اقبل. لا لا ما اقبل من المخفر. لازم اشوف المخفر. المخفر. لا 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 شفت حجوك. لا لا هذا شوف، لا هذا الحين مو يصير لي، هذا يصير لك. لا شوف ما قاعد تغلط علي، ما قاعد يخرقك ولا يقول شيء. لا 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 دور المخفر. لا قاعد يبغى الا المخفر، الا المخفر. حقق، افتح افتح ملف وشوف قضيه، واذا زوجتي صار فيها شيء انا بطالب بديتها من هذا 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 هذا. تفضل. تفضل.
تقرير عن حالة زوجتك وصل. أكيد التقرير بيقول إن زوجتي تسمنت من دهن الضب. يا فاهم تشرب زوجتي دهن ضب ويتخاف من برعصي. احترم نفسك هالضابط يقرأ التقرير. شنو يقول التقرير؟ سمعنا التقرير يقول الحالة مستغرة إلى الآن، والسبب الأول لمرضها ارتفاع في معدل السكر والضغط وهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى إلى انسداد في 3 شرايين. 3 شرايين شوية، يومية 4 كيلوات راح اشتاكل مرتاح. بس أنا شنو الحين شو أسوي فيك؟ أنا الحين وماني بالمخفر شان ذبحتك حضرة الضابط. أنا الحين عاد أنا اللي أبي رد اعتبار. أبيك تسوي قضية الحين بل أن خيره. لا يا بل أن أبوس. لا يا موت. خليتني بيزة ما أسوأ بالسوق قدام الله وخلقه. جاز علي الشرطة. أبي الحين رد اعتبار. والحين حمادك أنا شراني. أبد. الناس قالوا أنها تسممت من دين الضاب. خل الناس اللي وجوك عليهم ما يمتعونك. سامحني. ما سامحني. والحين حمادك. ما سامحك إلا بشغلة واحدة. علشان حضرة الضابط. علشان يبرد قلبي إلا شغلة واحدة تسويها. أبيك تاكل ضب قدام الله وخلقه بالسوق قدام دكاني ني، وأول ما تبدي بعصرصة يلا يبرد قلبي. حش شاكل يا بالحار مرض وبعدين إلا ني. إلا ني ولا أرفع لك قضية. خلى مفيوح. إلا ني. إيش قلت يا أخي؟ هدئ من روعك، وسع صدرك، خلني أنا أتفاهم مع أبو حابس. أبو حابس مالك شغل فيه، أنا صاحبك، أنا اللي أعطيتك البناية تبيعها. الريال ما يعرفك؟ يعرفني أنا. ولا شالت النية وبديت تحيك مؤامراتك تحت جرح الظلام؟ ها؟ عزمت تفرق بيني وبينه علشان تأكل الدلالة بروحك؟ يا الله هذيك دلالة ودلالة، إيش باخذ أنا مليون؟ يا يبا هالبيعة هذه عمولة مقسمة على 3 مكاتب وانت رابعنا، مع انك تصرف مالك شغل بالدلالة. بعدين يا اخي تعال، انت شو مدخلك بيننا؟ شو مدخلني؟ هذا يزاي اللي انا معطيك البيعة وبارك فيها يا جليل الحياة. يكون بعلمك يا شبيب ابو حابس ما يشك خيط ببرة الا بشوري، لاني انا مستشار الخاص. لا لا لا، انا راح اغيرك كدلال، ما اتعامل معاك، راح اشوف لي دلال سلس يكون بالتعامل معاي. حيل الريال 9 مرات يوصيني من الصبح يتصل فيني روح حق شبيب خذ الفلوس، قلت له رايح له على طول. هذا هو. شفته؟ هذا رقمه. شو اقول له الحين؟ شو اقول له؟ نعم طال عمرك ابو حابس. ها محتود بشر، سويت عسى لقيت شغل. قاعد انطر ابو عطش الاخ شبيب كل يوم وطالع لي بمشروع، واذا عزمت ورضيت بمشروع هون وطلع لي بمشروع ثاني. وهذا انا يا وسيم قاعد احاتي الدين اللي على ابوي. والدين من لعاد حد داود بن حرمل بو حابس اللي ما يرحم. ابو داركم انتم مداريد، ما لقطكم الا بحلج بو حابس. يا ويلكم يا سواد ليلكم ان ما سددتوا، بيفضحكم بالسود وبدون. بادوني بادوني، بادوا فلوسي بادوني. دعوة لهالدرجة؟ بو حابس هل يملك نص السوق يسوي كذي؟ حلب الله احنا الفقراء المساكين شو نسوي؟ انا اقول لك تلاحد عمرك، تلاحد عمرك، سوي لك صرفة، سوي لك مشروع مدام عندك فلوس. الله يرزدك وتقدر تسدد فلوسه وتسد حلجه. تعال دول لي كم المبلغ اللي متسلفين منه؟ مو شوية، مو شوية والله، مو شوية. 4000 دينار. بس 4000 دينار؟ لا بدارك هذه ديمة جتسكي. دوم 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 على وجهي، دوم 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 دوم. وأنا مختار فيك بعد تفتح مشروع تجاري. دوم 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 دوم. إيش فيك يا أخوي وسيم؟ هذا رأي أبو عطش، يقول عنده جماعة وعنده مشروع صغير بيدخلون يشارك وياهم. 4000 وشراكة. كم واحد مشاركك في المشروع؟ والله يقول بو عطش 10 أنفار مو وايد. 10 أنفار؟ داصرهم دولتي ويصيرون فريد درة دلم. بدارك هذا بربس مو شغل. 10 أنفار؟ هذا وقت الحساب يصير بينكم طارح. شو اسوي يا وسيم؟ شو اسوي؟ عيست وانا ادور لي شغل، اطقها مني واطقها مني، ابي اشتغل شغله مو لاقي.
على يدك يا اخوي كانك تحصل شغله وياك. مو انت تكسر الخاطر بس شو اسوي مو بيدي السود راكد. اي سوق الله يهداك اي سوق. هو بقى سوق يا ابن الحلال خلها على الله واللي يرحم والديك يقول لي سوق. سوق راح يبه احنا الحين قاعد نصرف من لحم الحي. على ايدك ابو عطش حتى عمري ابو عطش على ايدك دخلني بمشروعكم هذا مال اللحم. ترى بطران انت. اقول لك نصرف من لحم الحي يعني قاعد نصرف من جيبنا من جيوبنا. ابو عطش صار على المشروع. على حظك اختفوا الشركه. مو دايل لك 10 أنفار وين يتفدون؟ ولين تسكتوا لقون. يمكنكم الآن مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. عطنا بس اكسبريسو. طيب وعطش المشروع اللي عقلوه شنو؟ الله يا هو مشروع ما صار ولا استوى. المشروع هذا مفخرة للصناعات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. صدقني راح تكلمون عنه بالأجيال القادمة. هذا المشروع مصنع قبيط. شلون؟ نعم مصنع قبيط ما في مثله بالعالم أبد. المكاين واصلة بالمينة. يقول لك عروض أسعار كلش خالصين برا. يجهزون القبيط يعلبونه ويرزونه فرنسا. قبيط حق فرنسا؟ هيا المهيئة وحق لندن. طيب شنو الحل يا بو عطش؟ الحل عندك. الحل عندي أنا راح أساعدك راح أوقف معك. أنا لي عندك مشروع ثاني بس أصبر علي شوي. في شباب أعرفهم جايين مجهزين شغلهم وماخذين موافقة التجارة والبلدية وكله عندهم خوش مشروع بحاول أشاركك معهم. طيب وشنو هالمشروع هذا؟ قلت لي مصنع خيوط جواتي. نعم خيوط هذه بالجوتي لابتشينو. اي هذه اللي باللابتشينو بالهذا. اي نعم مصنع خيوط جواتي ما صار ولا استوى. راح يصير الاول في دول مجلس التعاون الخليجي. ما حد يشك خيط بجوتي الا بموافقتهم. مشروع جاهز وخالص. انا برزك. المهم جهز امورك وجهز فليساتك. ترى الجماعه خيوطهم خالصه جاهزه خيوطهم ماشي. وفكر بالموضوع على ذلك. عطنا 2 كابتشينو ان شاء الله. ايش لك بالجاي؟ طلبت لك كابتشينو يا معتوب. عفوا الاخ يعرفني. وهل يخفى القمر والمحبه من الله. وتشرف بمعرفتك. عندك مانع؟ لا يا اخوي الساعه مباركه يعني. حياك الله. وين مولي؟ عمي رايح حق الوكيل يبي يدله. دير بالك تعدى على صلاحيات الكبارية اللي مثلي. الوكيل ما حد يدش عليه بالدله غيري انا. دير بالك انا انبهك وحذرك. وهذه ما هي اول مره تصدر منك. عمي مو انا بغيت اريحك ولا انا ايش مستفيد من هذا؟ موظفين رئيس شعبه رئيس قسم الشيطان طار في كوينهم. وكلا مساعدين وكيل ما حد يدش عندهم الا انا بالدل. دير بالك. هذا وانا اللي موظفك. شلون لو موظفك عضو مجلس امه ايش بتسوي فيني؟ هات الفناجيل والدله. تفضل عمي. وروح انثبر. ان شاء الله. دير بالك. ان شاء الله. غسل سكاناتك وخدر شايك. اسول. عثمان شفت الكتاب اللي جانا من ديوان المحاسبه؟ عندي نسخه منه طال عمرك. هذيل قاعد يحسسونا كنا نصرف على اهلنا على بيوتنا مو على الوزاره. يبا ما صار تقشف كذي شغلنا كله بيوقف. انا من رايي طال عمرك تجتمع فيهم وتشرح لهم ظروف العمل. ومطلوب من عندنا نخفف الميزانيه اكثر من 30% واحنا قاعدين نعصرها عصار. وهذا رابع كتاب يجينا من عندهم اليوم. بالله قول لي ايش يبون اكثر من كذي؟ يقولون في أسماء شركات تتكرر عندكم في الممارسات وما نشوف شركات جديدة خلال السنين اللي طافت. صبحك الله بالخير. يبا احنا شلنا بهالأذية؟ مدد مدة الممارسة 3 أشهر بعد واخذ أرخص الأسعار. حتى مصاريف المكتب نزلها ممارسة
ولا اقول لك عطها ابو معتوق خليه يشرف عليها. حكيم طول عمرك حكيم وتحب الخير للجميع، وانا بهذه المناسبه اتقدم لك بالشكر الجزيل على هالثقه القاليه اللي اوليتني اياها، واوعدك واشهد الله اني اخذ ارخص الاسعار، واني اضع بين عيني سياسه التقشف المتبعه في هذه الايام، واساند واقف مع حكومتنا الرشيده مثل ما وقفت معانا في ايام الرخاء احنا نوقف معاها في ايام الشده. ومتوب روح مطبخك. يمكنكم الان مشاهده جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. حاضر. بعض الناس امرهم عجيب. هذيايف ولدك والطهرة ما تشربه بالسل قبل تيبه، خيسنا الله لا يوفقه. هاك قول حق اهله خلي يغسلونه بمرمنقلات عطرهم، ها ان شاء الله لا يصير تسمم عنده ان شاء الله. ها ان شاء الله ايه عشان ما ينشف الجرح بعد. ما ينشف، من هذا اللي قاعد ينطرني؟ هذا ابو جاسم صار له ساعه ينطر. اي والنعم جاسم. يلا ذهب شغلك بس ان شاء الله. هلا ابو جاسم. هلا 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 ابو حابس. شلونك؟ هلا بالطيب. هلا والله. هلا والله. ابشر شلون جسوم؟ عقب شوي ان شاء الله زين. بخير بدا يصحصح. ايه زين. تبي الصج يا ابو حابس؟ نعم. انا اول ما شفت الولد متمغط بدكانك قلت خلاص مات. احمد ربك احمد ربك اللي يبتع عندي، ولا الولد رايح اللي فيه شاي، الولد يبيله. ايش يبيله؟ يبيله صبر، يبيله تكثيف بالعلاج، لكن ان شاء الله بيطيب بيطيب ان شاء الله. اصبر علي بس. انا من ايدك هذه لايدك هذه، لكن اني اوديه للطبيب اغسل ايدك لو اشيله جنازه. هو هذا اللي بيصير، لكن اصبر علي ان شاء الله بيطيب. يا محماس. محماس. يا كرهك خليك استنباي يمي ني عندي. وين عشب ابو جاسم الدعناس؟ دار عمي جاسم. يلا اخذ يبا اخذ هالعشب وعطه فوحه وعطاياه. هذا الشيء اول مره اشوفه، نوع جديد. نوع جديد هذا، هذا ما يطلع العشب الا في جبال التبت. بالتبن؟ التبت. انتوا كل شيء بتعرفون، تقرون ترى وقت تدخل صار هالايام شغلنا، كل يسال عن كل شيء عندنا. يا هذا يطلع جبال الصين بالتبت، والزين فينا شنو؟ ما يطلع الا بالخريف. هاي حكمتها العاده، الخريف ما يطلع فيه شيء. احسنت جزاك الله خير، ها بديت تفهم، لان هاي حكمتها انه يطلع بالخريف، لازم في سر. خلي ياخذه بس وعلى التوفيق ان شاء الله. خلي ياخذه. انت قاعد يفيده؟ يفيده ميرب هذا، خلي ياخذه خلي ياخذه وما يبوي ان شاء الله. دعناس لا تنسى. دعناس. اي إيه بس يا شو يسوي فيه؟ هذا فوحه. ايه وصفه. ايه؟ وخلي شربه هو. وشربه بعدين شو يصير فيه؟ ها شو يصير فيه؟ وانت زي اللي سالتني سؤال. هو عيب انه شنو؟ شوي يمشي البطن. ايه نسيت اقول لك. يا ابو حابس الولد للحين يبول بفراشه. هالمره بيحل بطنه بعد؟ لا كملنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايش فيك انت صاير دبنق اليوم الله يهداك؟ يبقى انا قاعد طريقتي قاعد اكثف له العلاج. انا من صوب بعالج المسالك البوليه، وعلى دربي برجع للجهاز الهضمي. انت حطني فتش عاد. انت خلي ياخذ الدعناس وما ياك ابويه. شعرك هدايه الله. خلينا نشوف دعناسك شو بيسوي فينا. المهم يا يطيب الولد يا يدعنسنا. في امان الله. في امان الله موفق. يا محماس. نعم عمي. ذهبت الحسو حق مرت معزبنا؟ جاهز. السلام عليكم. سلام. هلا 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 ابو صغير. هلا يبا. السلام عليكم. هلا ابو محتو قوه. هلا هلا تفضل سريع. ابو صغير ايش سويت مع شبيب؟ ترى طالت السالفه. لا هي مسألة وقت بس، عطنا برهة من الوقت، أيام وينتهي الموضوع. خير إن شاء الله. لكن طال عمرك مو هذا الموضوع اللي جايينك عليه. سلمك الله أبو معتوق جاي يرد لك الجميل. زين يبو مسرع ما اشتغل ولده وتوفق. والولد ترى خرطي عفطي لكن كنا محظوظ الولد. والله زين الله يرزقه الله يرزقه إن شاء الله. لا لا طال عمرك رحت بعيد. الله يسلمك أبو معتوق. هنا أبو معتوق. شنو حطوه مسؤول؟ خلصوني ايش عندكم؟ قولوا ابو معتوق. ايش حقت عليك؟ اوف خلي راعي الموضوع هو يشرح لك. دش بالموضوع يا ابو معتوق. سلمك الله المثل يقول من مشالك ذراع مش لباع. عاد سلمك الله انا ما انسى فضلك ابدا، ما انسى لما سلفتني ال 4000 كيدي. لذلك انا جاي ارد المعروف بمعروف مثله. شوف يا ابو معتوق
انت ما عرفتني زي ترى اسال لي امك يعرفني وايد زين. لا ها انا طيب مع الطيبين واتشلب مني مع الشلاب ماكو. هذا اخذ الفكره عندك بس. بهذه انا اشهد. لكن عمرك تبعيد الله يطول عمرك. نقول تريث قليلا ويك العلم. سلمك الله ابو معتوق عينوه مسؤول التموين بالوزاره عندهم هناك. يعني صار مسؤول التموين ومناقصات الوزاره كلها بيده سلمك الله. ما شاء الله. اي تعال على طاري مناقصه مش تقول حدا. انا نسيت اسالك يا ابو معتوق انت كل هالمده وين تشتغل باي وزاره؟ ايه في اي وزاره؟ انا طال عمرك اشتغل في وزاره وزارة المعادن الثمينة مثل ما قلت لي. اكو احد ينسى وين اشتغل الله يهديك. زين شنو شغلك بالضبط؟ هو انا شغلي في وزارة شغلي مناقص وممارس في نفس الوقت. اوه وظيفتين معطينيك؟ يقولون في تقشف قاموا يوزعون وظائف دبل اشو على الناس. منهم المسؤولين عندنا بالوزارات. لا حبوا يرزوا الواحد يطلعون له وظيفة من تحت القاعد. أول مرة أسمع ممارس ومناقص وظيفة جديدة. مناقص الله يسلمك يعني كل شيء تحتيده بالوزارة. يعني الرجال ياجي يبرك. يبرني شي يبرني في عاد. هو سلمك الله أنا ثقة الوزارة فيني ثقة غير محدودة. يعني تقدر تقول سلموني الخيط والمخيط. عاد تحتيدي اليوم ممارسة قولبتها من عندي من اللي يعني أعز إنسان عندي قلت أبو حابس يستاهلها واللي جاي أكثر. إيه أنا شني قاري هالمناقصة هذه؟ شني قاري عنها؟ شني المناقصة هي بالضبط؟ هي المناقصة يعني هي تقدر تقول مناقصة صغيرة لكن معناها كبير. هي سلمك الله سكانات وقواري ودلال حق مكتب الوزير ومكتب الوكيل. وزيركم عزم يفتح قهوة العصاري. ملخصة ومناقصة استكانات وقوالي أدري ما يتوي. أنا والله شني قاري عن المناقصة بالجرائي. إي عدل. كاهي بالكويت اليوم. إي عدل بالكويت اليوم. المناقصات الهبرة اللي فيها الملايين ما حد يعلم فيها إلا ربك. والمناقصات الخرط اللي دلال واستكانات وخرابيط يعلنونها عشان يغطون الكبيرة. ها منكم ها. اي ما علينا ساعات المناقصات والممارسات الصغيرة هم مبروكة. شنو الكمية؟ ايش كثرها؟ الكمية طال عمرك عندك ورقة وقلم؟ يا محماس. نعم عمي. عطنا ورقة وقلم اكتب عندك. حاضر. تفضل قول. سجل ابوي. عنده. سجل عندك. تفضل. سلمك الله ثلاث درازن استكانات مذهبة. اكتب عندك. حاضر. ست دلال مذهبة ماركة الجمل. هي معروف الماركة. ثمان قواري مذهبة. كلهم شغل صاغة. شغل صاغة. نعم. ذهب. قواري اشرب وانتشي. معروفة عندنا وكالتها عند واحد من ربعنا. تفضل. 36 فنيال مذهب. غير السكنات. نعم. 36 كودري ماركة الكنغر. معروف هذا. 12 كرتون صابون بوديتش. قسال سيارات مو مناقص. هذا غير سكانات الصغيرة وغير القفاش الصغار. وزيركم شو ما طلبين هالمرة؟ طلع هداك. أنت يا المناقص متى بتدفع ال 4000 دينار اللي على ظهرك؟ مو طال عمرك أنا كذي جاي. أبي إن شاء الله إذا رست عليك الممارسة هذه تخصم منهم المبلغ اللي لك 4000 كيدي والزايد تعطيني إياه كاش. إيش قلت؟ محماس. نعم عمي. عزك ترى حزين الناس على الغداء إن شاء الله. يلا الحقني ترى عشان تساعد رايك نروح على أمك حمي. هذا كنا حدنا. هذه طردة ذربة يسمونها. الله يهديك أنت بعد بشرنا. قواري واستكانات هذه مناقصة. أهلا وادري ما جبتك الحين أنا شفكني منك لا يسبحني حتى البحر. أقول لك ليش لا؟ إيش فيها الخواري والاستكانات؟ على قد فلوسك بعد شنو؟ قول الحمد لله. قول الحمد لله واشتغل يمكن الله إن شاء الله يفتحها عليك. وأبوك ما مقصر يا بعد عمر الله لا يقصر بعمره. أبوك الحين رئيس المناقصة مو مقصر عنك.
يمه قاعدة تقولي؟ شنو استكانات وغواري؟ أنا يمه بربح من وراهم هذين. أبو معتوق، واللي يسلم عمرك يعني أنت بس لو تزيد الكمية شوية. شفيك أنت شفيك؟ شو زيد الكمية؟ عبالكم لعبتي حال؟ والله يبقى بلشة. الواحد صار مناقص وابتلش بهلا، أول شيء ابتلش بهلا. يبقى مسؤولية زيادة مو لعبة. في مساءلة، في وزير، في مجلس وزراء، في مجلس أمة، في ديوان محاسبة، بتودونا آخر عمرنا النيابة. يا بعد عمري علشاني واللي سلم عمرك لا تردني. حاضر حاضر، تصرف تصرف، أنا علشانك أقدر أتصرف في قضية الدلال. بدل ما هم إذا كان تليفونك أندرويد، دش على البلاي ستور، اكتب تلي، نزل الأب واستمتع بمشاهدة أحلى أفلامك. تلي على الأندرويد والآيفون والموقع tally.com. نزيدهم نسويهم 10 أحجام مختلفة. إيه هذه أقدر أنا أقنع اللجنة فيها. جزاك الله خير ما قصرت. إيش تبي بعد؟ هذا أبوك الحمد لله مو مقصر. أنت يرب وتدخل هالمناقصة هذه، يمكن الله إن شاء الله سبحانه يفتحها عليك وتالي يرزقك من وراها وفتح لك مصنع استكانات. أنا وين وأنت وين؟ يبقى أنا طموحاتي أكبر من كذي بوايد. شنو استكانات وغواري؟ لا يبقى زين. تعال انت يا ابو الطموحات، اخاف انك بربست بالفلوس بالدين ال4000 كيدي لعبت فيهم. شوف ترى انا وراي واحد في الحساب ما يعرف ابوه. لا تحاتي الفلوس موجوده، بس عطني مهله كم يوم. لا ونفس الشيء بعد. والله ما ادري ايش بيسوي فينا هالمعتوق. ما عليه، واللي سلم عمرك يا ابو معتوق، هذا ولدك ما عندك غيره. رزه ما دامك صرت ووصلت والحمد لله، رزه ما اشوف غيرك. يوم انهم وصلوا ما بقى احد من اهلهم من قرايبهم من يرانهم، ما رزوا فرصه. باكر اللي يتقاعد ما حد يدري عنه، خلي رزهم كلهم. عدل عدل كلامك، على شرط ان شاء الله بس تسنح الفرصه ارز اللي اقدر ارزه. انزين يعني الحين انت خلاص رئيس مناقصات مناقص؟ يعني اقدر اقول للناس كذي يعني مو فراش؟ لا تذكري لي كلمه فراش، الله يخليك وطول بعمرك. مناقص اذكري. ما انا بعد اخاف غلط. انا اول اللي سالوني وين ابو معتوق اقول لهم مكتب الوزير، بس هذا حدي ما اقول غيره. اخاف بعد استحي اقول فراش. الحين عاد ما دام ان الله فتح عليك ووصلت، أبيك ترز وجهك بالدواوين. ترى الدواوين تطلع شغل، تسوي شغل، وانت اسم الله على عمرك عاد عليك وجه لا إله إلا الله يبين على غط الشوف. الحمد لله. وإن شاء الله إن شاء الله بحيل الله مثل ما صرت مناقص ورئيس مناقصات، إن شاء الله بتصير مستشار وتفتك من هاللغوة. الله الله يا سلام، شهزين شهزين يا حابس. الله الله عليك، والله انك محظوظ يا اخوي. ايش تبي بعد؟ ابوك تاجر وتفنن. اي بس انا توني جديد قاعد اتعلم العود. انا لو مثلك اعرف اعزف على العود كان من زمان نزلت شريط وربحت من وراء. مع ان عندي واحد يقول لي تعال اعلمك شلون تعزف على العود، بس انا مالي خلق بيني وبينك. من صدقك؟ معود وصلني لا خلني اتعلم العود على اصوله. انت حابس صوتك وايد حلو، ليش ما تنزل شريط؟ انت من صدقك تبي ابوي يذبحني؟ لا لا يا معود، لا ما ابي انزل شريط ولا شيء. صدقني يا اخويا معتوق، انا قاعد اتعلم العود هذا من الفراغ اللي انا عايش فيه. لو انا اشتغل كان قضيت كل وقت بشغلي. بس هم بعد ابيك توصلني حق رفيجك علشان يعلمني العود. حاضر حاضر، من عيون الثنتين اوفى عليك يا حابس. بس انت الله يهداك، ايش لك بالشغل؟ انت ابوك داود حرمر وتبي تشتغل؟ لا انا ايش اقول؟ اللي الدينار علي بالحسره وابوي قزر عمره فراش. ابوك يشتغل فراش؟ ها؟ اي ابو حابس، انا ابوي يشتغل فراش. بس يا اخوي حابس انا عدك مثل اخوي، ما بي احد من هلك يدري ابوي ايش اشتغل. الله يخليك عليك، انا ماني قايل حق احد يا معتوق، بس الشغل مو عيب، عيب اللي مديده للناس. ايه هو ساعات همي مديده، بس
على طريقته. يعني شنو أخو يطر؟ لا ما يطر رسمي، بس أخو الطرارة يتسلف. تمكبر السالفة على الفاضي يا فعليك. السلف موجود في كل أنحاء العالم، البنوك عايشة على السلف، ولو ما تسلف التجار كان ما ربحت. عيل أنت ما تدري أن أبوك مسلف أبوي 4000؟ هذا مو شغلي، أنا ما تدخل بشغل أبوي. بعدين الحلال حلالة كيفه؟ ترك عنك السوالف واسمع الأغنية. ها اسمع. هو صحيح 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 الهوى غلاب ما عرف شنا. السلام عليكم. شو البيع؟ موزي قلني يشكي من السوق هذا، ما صار السوق هذا. وانت يا جمال احتونا بالأجاب من شهر جاي نزلنا لك انت 20 وجمال 15. سلام عليكم. هو محماس علامك ما ترد. الجهاز مغلق او خارج منطقة التغطية، يرجى ادخال السلام بعد سماع الاشارة. قوم عاد حاشني عدل، يلا حاشني عدل. شيك مغلدم انت تعرف عمي؟ شعرف يا تزيد معاشي يا تعطيني بونص يا اصير شريك. عجيب، هذا حد واسك علي؟ مو حد شيك حكي جديد. 137 دينار معاشك، ايش تبي بعد اكثر من كذي؟ شويه اي مو انا قاعد ابيع افتكر مدافع، ابي رشاشات عشان تشاركني شوي حلتيت وبعد كل هالاغراض اللي عندي ما يصير 120 دينار، واعطيك 130 دينار وانت راضي؟ بعدين تعال انت من بامره قاعد تبيع علي انسلف. بس اسالك انا شنو عندنا معرض سيارات هني لسان الثور كفو بعد تبدع بايع السلف؟ مني هاي زبيده والثانيه هاي سكينه والثالثه هذه مريم حمان، منو هذيل اللي قاعد تبيعهم سلف؟ هذا اذا طالع المعاش يعطوني. عجيب، لان التجاره تبي واحد سلس وانا سلس. سلس اي نعم عمي. اطلب عمك بوسخي ولي حساب ثاني. على امري الحين. قالوا لي عمك جأس، لو مشتغل عندي يهودي كان ابرك لي. الو، هلا عمي بوسخي. عمي ابو حافز ابيك لحظه شوي. عمي ابو حافز قولب بالله العشاب، قولب فيها قولب. بس بصك على التليفون عمي قولب. ادري بصخي شنو مدير بنك المركزي على التليفون، خليه ينطر. قولب قاعد دائما قولب بشغلك. قولب هوهم يسمونه تهويه، لا تخليهم على شغلهم. حاضر عمي. هاك شاريت يحفيه بعد مالك عليك على بالي كفو. مو بس الو بصخي لا سلامتك والله. هلا هاي سلام ربيت عندي من الشفريتي والله محماسك وغيره قاعد يبيع سلف من وراء يلعب بالحلال على كيفه. حلال ابوه ما علينا. ايش سويت مع رعى البنايه؟ شو متى بيدفع الفلوس اللي عليه؟ بصخي ولا يوم زود ما اعطي. ترى ما حد جبرني غيرك، ما حد لزم علي اني ابيع البنايه غيرك. ولا البنايه ماشيه كانت تدخل لي كم بيزه؟ لا وسع صدرك يا ابو حابس الله يطول عمرك. أنا أعطيت إنذار لمدة شهرين، وإذا أخلف بالموعد وما سدد الدين أرفع عليه قضية وحملة تكاليف التأخير وتعاب المحاماة وعمولتي. عيتل الحين عرفت الجنبزة. أنت من تعرفت على شبيب وأنت من تلولي ما أدريش عندك وياها. لا 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 عب بحسبتك، لا 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 أنت قاعد تبرب كل البيعات اللي بالسوق، انت اللي قاعد تحولها عليه. لا لا عجيب، اشو حشك ركشيك ليكون داهن سيرك؟ اخاف متخادنين انت وياه علي وانا ما ادري. انا ما اسمح لك تطاول عدم ذات اخلاقي يا ابو حابس. انا ماني من الناس اللي يستعدون بالماء العكر. انا صحيح وثقت بالدلال شبيب وعطيت الوكالة الغير قابلة للتنازل، لكن وثيقة البناية عندي طال عمرك. عطى انذار، أعطى آخر انذار ما علي منك، وإذا ما دفع ترى أشتكي عليك أنت لأنك أنت الوصيد. بدون ما تقول أعطيت انذار وشديد اللهجة طال عمرك. أنت ريح بالك من هالخزعبلات الله يطول عمرك. خير؟ أبو معتوق عندي طال عمرك، تبيه أخليه يمر عليك؟
على امرك. حاضر، ابشر طال عمرك. تفضل يا ابوي. يبيني؟ يبيك الريان. ما قالك ايش يبي؟ والله عاد علمي علمك. يلا نروح له والله يستر. هذا لمتى بيضل كذي؟ والله فيهم معدين اخر الشهر. هذا عيسى ابو حسن، هذا عليه هالمبلغ صار له شهرين. دفع نص وقال لي اخر الشهر ان شاء الله اكمل النص الثاني. ايش نصه؟ وكله 750 فلس. دفع لي 375 فلس. والله رد السوق. الله يستر. لا تسلف احد بعد، لا تسلف احد. ان شاء الله. عليك. طلع وجهك من لبسة القحفية اللي جبتها لك. يبين بعينك عاد؟ يبين إن شاء الله. أنا طول عمري مزيون، ما جبت شيء جديد. مزيون؟ يقول مزيون. تمقل فيه واللي يرحم والديك. مو كنا فار عود واقف على ريوله. أحمد ربك بس اللي الله قطك علي. شمتنك صاير؟ لا وطالب زيادة لك. أحمد ربك إنك تشتغل هني عندي بالكويت. ها طال شمتنك. لو الله قاطك في هالدير اللي تحوش من المجاعة كان قحفيتك على جمجمة وزار بس. لكن ما يبه خير الكويت خير. هي وكله مو راضي بعد، وكل الحكومة مقصرة، ما تعرف بيت الفراش من بيت الوكيل. جاب شغلك. طال عمرك انت داز علي، تبي شيء تامر شيء؟ أقول نعم طال عمرك. شو اخبار المناقصه مالتك اللي عرفت؟ يمكنكم الان مشاهده جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. علي صار فيها مناقصه الاواني. طال عمرك رست على واحد اسمه احمد عنده دكان اواني في سوق السلاح. اواني السكانات صارت اواني زين. عزه ربحت فيها شيء عاد؟ ما عطاني دلتين دعاية ووعدني على أساس إنه بياخذني معاه البحرين على حسابه إذا سافر. يعني دلتين وسفرة. يبي لك كم مناقصة كذي حق الصيف؟ توهلك. أبو معتوب. خير أبوي. ليش منت واضح وياي؟ ليش منت صريح وياي؟ ليش؟ ليش الجاسي ليش؟ عليه؟ إي. ليش تبيعني؟ ليش تبيعني وأنا شريك؟ عليه؟ إي راجع نفسك زين؟ عليه؟ بالعكس أنا شريك، شريك يا أبو حابس. أنا ما أصدق نفسي اللي قاعد مع ذيب السوق. ذيب السوق حسن الفاضك، مو عيب تقول هالحكي. صافط عصعصي حدري وقاعد عليه لمتى؟ حتى الحكي نبي نعلمكم الحكي. احنا ريال شكبرك تحكي عدل. تمن حكيك. انا قصدي قاعد مع شيخ السوق. انا لما اقعد معك يا ابو حابس احس اني انا قاعد مع وكيل وزاره، واحس اني انا فراش. وكيل وفراش مو عيب. لا انا يعني اقول مثلا، يعني مثال جايبها مثال. حتى لو صدق مو عيب. الوكيل ما يستغني على الفراش، والتاجر ما يستغني على العامل، وهي طبيعة الدنيا. مصالح مشتركة، كل واحد بحاجة الثاني. صحيح صحيح طال عمرك. أنا بس اللي أرجو أني أكون دائما عند حسن ظنك. أقول نعم طال عمرك. شو أخبار عبد الرحمن فلس أبو ثامر وكيلكم؟